من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمختص، من أرض مشي عليها يسوع وصعد منها إلي، نقدم حلقات خاصة من برنامج المرأة الفاضلة وهدية بركة من أورشليم لمشاهدي البرنامج. انتظرونا في الأوقات التالية على قناة الشفاء، كل يوم 2 الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، كل يوم 3 الساعة 7 صباحا و5 مساء أيضا بتوقيت القاهرة، وكل يوم جمعة الساعة 11 ونص مساء، وكل يوم سبت الساعة 7 ونص صباحا و5 ونص مساء بتوقيت القاهرة.